أهلا بكم متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان من مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر. والنهاردة يعني بنحكي لكم دلوقتي عن آخر تطورات الطقس اللي شهدتها مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر بشكل عام، اللي هو طقس غير يعني مسبوق منذ يعني لم تشهده مدينة الغردقة منذ 5 سنوات تقريبا. الحقيقة طبعا بناء على الطقس اللي حصل النهاردة وهي أمطار غزيرة وثلجية تساقطت بغزارة كبيرة جدا على مدينة الغردقة اليوم وأجزاء من مدينة سفاجة، كان لمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي قرارين مهمين جدا منذ دقائق معدودة تقريبا. أول قرار وهو تعطيل الدراسة في جميع مدارس والمعاهد الأزهرية في مدن سفاجة والغردقة ورأس غارب، وذلك جاء بعد تزامنا مع حالة الطقس السيئة التي تشهدها المدن الثلاثة الشمالية لمحافظة البحر الأحمر. والقرار الثاني وهو غلق الطريق غارب الغردقة والعكس من الاتجاهين، الغردقة غارب وغارب الغردقة، وكذلك غلق طريق غارب الشيخ فضل المتجه في ناحية محافظة المنيا بعد التنسيق مع محافظ المنيا، وكذلك في الاتجاهين. الحقيقة النهاردة يعني مدينة الغردقة شهدت حالة من الطقس السيء زي ما ذكرنا كده ما شفتهوش من 5 سنين، وتحديدا من عام 2016 منذ تساقطت السيول على مدينة رأس غارب. الغردقة لم تمطر بهذه الطريقة منذ 5 سنوات ماضية. النهاردة يعني شهدت المدينة سقوط أمطار رعدية وثلجية بكثافة كبيرة جدا استمرت لقرابة يعني الأمطار الغزيرة مرت لقرابة نصف ساعة، تسببت في غلق أو إغراق عدد كبير جدا من شوارع المدينة، واستمرت بعد ذلك بطريقة متوسطة ما بين خفيفة متوسطة على مناطق متفرقة من مدينة الغردقة. والحقيقة طبعا أن مدينة رأس غارب شهدت أيضا مدينة أقصد سفاجة شهدت أيضا أمطار خفيفة ما بين خفيفة ومتوسطة في عصر اليوم. كمان من الحاجات المهمة اللي لازم نذكرها دلوقتي واحنا بنكلمكم في تساقط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة في منطقة وادي دارة الواقعة ما بين مدينة رأس غارب ومدينة الغردقة. والحقيقة طبعا النهاردة المنظر اللي شافوه يعني أهل الغردقة السلوج والمنظر اللي نزل فيه مناطق كبيرة جدا في الغردقة منها منطقة جنوب الغردقة مثلا، وخلت المدينة يعني أجواء أوروبية تساقطت على من كميات التلج اللي نزلت في مدينة الغردقة، واللي هو استغرب منها أهالي المدينة اللي هم ما نزلتش أصلا منذ 5 سنوات كما ذكرنا. هناك يعني إجراءات بتقوم بها الجهات المختصة مثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر، والذي قامت يعني توزيع فرق لسيارات الكسح لشفط المياه من الشوارع ومحاولة فتحها. الأجواء الآن كما يعني في التوقيت الذي نحدثكم فيه الآن في البحر الأحمر لا توجد أي أمطار، توقفت تماما الأمطار، إلا أن البحر الأحمر الآن أو مدينة الغردقة تحديدا تمر بحالة من الصقيع، يعني انخفاض كبير جدا في درجة الحرارة أدى إلى يعني اختفاء المواطنين من الشوارع بسبب كمان وجود المية في الشوارع، ده قلل من تواجد المواطنين في الشوارع. نعيد ونذكركم مرة أخرى، الحقيقة طبعا أن قرارات المحافظ البحر الأحمر بدأت بغلق المدارس غدا الأحد في مدن سفاجة والغردقة ورأس غارب، وغلق طريق الغردقة غارب ورأس غارب الشيخ فضل بالتنسيق مع محافظة المنيا كإجراء احترازي لحفاظا على أرواح المواطنين، ويعني تحسبا لسقوط أمطار أو سيول في فترات المساء، فكإجراء احترازي يعني تم إغلاق الطريق إلى حين الصباح لإرسال يعني لجنة من إدارة المرور لتفقد الطريق والتأكد من سلامته وإعادة فتحه ثانيا أمام السيارات. محافظة البحر الأحمر حذرت
السائقين على الطرق الخارجية المؤدية إلى الجنوب بتوخي الحذر أثناء القيادة. وكذلك أكدت على يعني الجهات المختصة في مدينة الغردقة ومدن ومجالس المدن المختلفة بالاستعداد الكامل تحسبا لسقوط سيول أو أمطار غزيرة مرة أخرى تصل إلى حد السيول. حتى الآن الأمطار يعني سقوط أمطار ما في مدينة سفاجة ومدينة الغردقة وفي المنطقة الواصلة ما بين مدينة رأس غارب شمالا ومدينة الغردقة جنوبا. هناك تسقط أمطار أيضا في منطقة وادي دارة كما يعني ذكرنا من قبل. واليوم المنظر يعني كما ذكرنا لكم المنظر الذي شهدته مدينة الغردقة في تساقط حبات الثلج بغزارة كبيرة جدا يعني حول المدينة أو مناطق من المدينة إلى قطعة من أوروبا لم تشهدها مدينة الغردقة كما ذكرنا إلا في عام 2016 منذ 5 سنوات. ومدن الجنوبية من محافظة البحر الأحمر مدينة القصير ومدينة مرسى علم ومدينة الشلتين ثم مدينة حلايب لم تشهد أي ضربات في الطقس اليوم، وحالة الطقس اليوم كانت فيها مستقرة جدا والشمس ساطعة، إلا أن حالة الطقس السيء تشهدها المدن الشمالية من محافظة البحر الأحمر وهي سفاجة والغردقة ورأس غارب. زي ما انتم شايفين في الصورة يمكن اثار المطر ما زالت موجودة حتى الان على شوارع مدينة الغردقة. ويعني قرارات المحافظ غدا بعد غرق عدد من الشوارع المحيطة بالمدارس، طبعا حتى لو ما فيش طقس سيء غدا الا ان سيكون هناك صعوبة بالنسبة للطلاب للوصول الى المدارس في بعض المناطق المختلفة من مدينة الغردقة بعد هطول كميات كبيرة جدا من الامطار على مستوى محافظ على مستوى مدينة الغردقة بشكل كامل، وكانت تسبقها قبل مدينة الغردقة مدينة سفاجة. واليوم انتقلت حالة الطقس الى شمال المدينة وبدأت بسقوط الأمطار الآن على منطقة وادي دارة، دي منطقة تربط ما بين رأس غارب ومدينة الغردقة. شكرا لكم متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، كنت معكم أنا عماد عرفة مدير مكتب جريدة اليوم السابع في محافظة البحر الأحمر، ونقلنا لكم حالة الطقس الآن في مدينة الغردقة بعد قرارات محافظ البحر الأحمر بتعطيل الدراسة غدا في 3 مدن هي مدينة سفاجة والغردقة ورأس غارب، وكذلك غلق طريق الغردقة رأس غارب ثم رأس غارب الشيخ فضل المؤدي بالاتجاهين إلى محافظة المنيا بعد التنسيق مع المحافظة. شكرا لكم. Thank you.